صباح الخير وشكرا على الاستضافة أستاذ عبد الملك. أهلا بك، دعني بداية أقرأ هذا الخبر. دخلت رسوم وتكاليف إضافية فرضتها شركة الشحن العالمية الفرنسية على نقل الحاويات نحو 4 موانئ جزائرية حيز التنفيذ، فيما تنتظر الأخرى تطبيقها اعتبارا من بداية شهر أكتوبر، تتعلق بالسيارات والشاحنات وأليات الأشغال العامة وسط مخاوف لدى الجزائريين من ارتفاع الأسعار النهائية للسلع والبضائع. ما هو تعليقك على هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال يعني ما كانش يعني هذا الشيء هذا ما كانش يعني فيه استغراب يعني، ولابد انه لاحظنا انه تكلفه النقل والشحن يعني في العالم يعني زادت يعني بطريقه يعني لافته للانتباه. اليوم نقولوا انه يعني لما نرجعوا لهذه الشركه اللي هي فرنسيه وهي شركه سياما اللي هي ألساس طالون ألجيري، يعني عندها المقر تاعها اللي راه هنا في الجزائر في باب زوار. اليوم على كل حال هذه الزيادات اللي فرضتها هذه الشركه على المتعاملين الاقتصاديين وعلى الحاويات اللي هي فرضت عليهم رسوم يعني جديده اللي هي تمثل في 150 اورو لكل حاويه اضافيه يعني كقيمه يعني اضافيه. نلاحظوا انه يعني قبل ما نتكلموا لهذا نطرقوا لهذا الموضوع استاذ عبد الملك، لازم نرجعوا شويه للوراء، لازم نرجعوا لابجديات طيب النقل البحري. السيد رشيد حجاني لو سمحت ابقى معنا، سوف نواصل هذا النقاش، ولكن عبر المباشر يلتحق معنا في هذه الاثناء الزميل احمد طمري مراسل قناه النهار من ولايه برج باجي. مختار زميلي احمد، ضعنا في صوره اخر المستوى. سيد رشيد حاجهني مختص في النقل واللوجستيك، نعتذر على هذه المقاطعه. عوده الى ملف الزيادات المفروضه على الشحن البحري بالنسبه للسيارات والمركبات واليات الاشغال العامه في الجزائر وانعكاساتها على اسعار المواد الغذائيه. اكيد بالطبع انه قلنا انه يعني تكلمنا في هذا الموضوع يعني في بدايه الحصه، وقلنا انه هذه الزيادات اللي فرضتها يعني هذه الشركه الفرنسيه اللي هي سياما سي جي ام، هي شركه فرنسيه على كل حال يعني مقيمه. للتذكير فقط انه هذه الشركه لديها 420 باخره وتسير 250 خط بحري نحو 420 ميناء، من بين الموانئ 4 موانئ جزائريه، هي ميناء الجزائر العاصمه، ميناء وهران، ميناء سكيكدا، وميناء بجايه او عنابه. بجايه وعنابه اكيد فضل. اكيد انه هذه الشركه يعني هي يعني 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 فلافلوت نتاعها يعني حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في النظام، هي شركه عملاقه يعني. شركه عملاقه او يعني شركه معروفه دوليا كذلك وعندها الاسهم نتاعها حتى في البورصه العالميه. لذلك اليوم نلاحظوا انه فيما يخص يعني زياده هذه القيمه المضافه اللي هي 150 اورو على كل حاويه بدايه من 10 سبتمبر الماضي. اكيد اليوم نتكلموا انه نقولوا انه استاذ عبد الملك نقولوا لانه كنا سبق وتكلمنا على التنافسيه لا كونكورونس دي مارشي، وقلنا انه لابد من القطاع الخاص الولوج الى هذا القطاع اللي هو النقل البحري والشحن البضائع. اليوم يعني كان امر مفروض. لذلك اليوم لو كان يعني خلقنا يعني مؤسسات وكانت عندها يعني سيرتان فولونتي يعني بور 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 يعني الولوج الى هذا القطاع، يعني كنلاحظوا انه فيه تنافسيه، وهذه التنافسيه اللي راح تخلق يعني نوع من يعني من 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 تخفيض الاسعار لذلك كنا حثينا على انه لابد على قطاع القطاع يعني الخاص الولوج الى قطاع النقل البحري لي يعني لضخ دماء جديده فيما يخص النقل وشحن البضائع. هذه كاستراتيجيه يعني للدوله. اليوم الدوله فتحت يعني الجزائر اليوم حتى يعني الحكومه فتحت يعني المجال للقطاع الخاص للولوج الى النقل البحري باب الاستثمار. اكيد فيما يخص يعني في بابه في باب الاستثمار. اليوم نلاحظوا انه هذه القيمه المضافه يعني يعني انا شخصيا يعني اشوفها وكانها يعني يعني هو يعني استفزاز لل يعني لل يعني للسوق النقل البحري. لذلك لابد من الولوج القطاع بعض المؤسسات والمجمعات يعني الصناعيه والمجمعات الاقتصاديه الجزائريه يعني تكون عندها رغبه وتلجا الى يعني الدخول التنافسيه. طيب سيد رشيد حجاني، للتذكير فقط انه قرار هذه الشركه الفرنسيه جاء بعد الاجتماع اللي او الدراسه اللي قدمتها الحكومه برئاسه الوزير الاول نادير العرباوي، والتي تهدف الى وضع تدابير جديده للحد من تخفيف الضغط على الموانئ وتقليل يعني زمن معالجه الحاويات. اكيد 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 فيه تدابير
وفيه يعني حتى يعني لاحظنا انه السبت الفارط يوم 21 يعني سبتمبر كان فيه لقاء، وكان يعني فيه لقاء يعني ما بين وزارة النقل، وحتى يعني كان فيه إبرام اتفاقية تعاون فيما يخص يعني يعني الحد من يعني من حتى تسهيل يعني لي زوبيراسيون، يعني لي زوبيراسيون اللي هما خاصين يعني بالنقل واللوجيستيك. نعم. فيما لاحظنا انه وزاره النقل يعني برمت اتفاقيه مع وزاره الماليه، وكذلك بحضور يعني السيد وزير الفلاحه. كل هذا يعني وذلك لتجسيد يعني برنامج اللي هو خاص يعني بابي سي اس، وحتى ارسس اللي هو خاص بالجمارك. يعني اليوم لاحظنا انه فيه يعني عمل يعني تقوم به الحكومه من اجل يعني تخفيض وتخفيف العبء على يعني المتعاملين الاقتصاديين. نعم. فيما يخص الجمركه وفيما يخص تصريح الحاويات، كذلك لاحظنا انه يعني كان تعليمات يعني من طرف السيد رئيس الحكومه يعني للقطاعين يعني لتسهيل عمليه تسريح الحاويات، وكذلك يعني تخفيض نسبه الاكتظاظ بالموانئ. نعم. كل هذا يصب يعني في خانه انه الدوله الجزائريه اليوم تهتم بقطاع النقل واللوجيستيك. نعم. ولكن فيه يعني بعض الامور اللي ولابد يعني يعني كمقترحات اليوم نقولها، انه لابد الذهاب الى نظام اللي هو يسميوه السمارت بور، يعني اللي هو انه يكون يعني الموانئ الذكيه. نعم. اللي هي في العالم يعني في عده يعني بلدان في العالم تهتم بهذا النظام، لهذا النظام اللي هو يكون نظام مراقبه للحاويات وتشريح الحاويات، وكذلك يعني تخفيف العبء على الموانئ الجزائريه اللي هي 10 موانئ تجاريه منها ونفطيه منها. اليوم نلاحظوا انه فيه يعني ديناميكيه وتسارع يعني في تكلفة يعني في تكلفة النقل، اللي لاحظنا انه فيه ارتفاع كبير يعني في يعني محسوس في العالم. اليوم لاحظنا كذلك يعني بفعل العوامل الخارجيه يعني الحروب اللي صار يعني في العالم وكذا، اليوم لاحظنا انه بعض المذائق يعني تغلقت، لذلك اصبحت مكلفه يعني يعني الشحن البحري اصبح مكلف، لذلك راح يعود يعني بالجانب السلبي على بعض الاسعار بعض المواد اللي هي اساسيه، مثل المواد الغذائيه ومثل المواد اللي هي سريعه التلف. يعني اليوم لاحظوا انه يعني برنامج يعني اللي وضعته الحكومه فيما يخص يعني تسريح الحاويات، وحتى يعني الاجتهاد اللي راهو تقوم به يعني وزاره النقل وحتى يعني مديريه الجمارك، ولاحظنا في الاتفاقيه انه كانت يعني تهدف الى يعني يعني تسهيل عمليات اللوجيستيك، لذلك المتعامل الاقتصادي اليوم يلاحظ انه يعني دخل في مرحله جديده، وتحضيرا للمراحل القادمه اللي هي اليوم قلنا الجزائر انه دوله محوريه وتسعى الى اسواق عالميه، وكذلك اليوم هذا البرنامج اللي راه يعني يعني تقوم به الحكومه الجزائريه والدولة الجزائرية فيما يخص هذا الموضوع، هو يعني تخفيف العبء على المتعامل الاقتصادي. نعم. لأنه المتعامل الاقتصادي هو اللي ينظر أستاذ عبد الملك، ينظر من تكاليف النقل، وكذلك حتى المواطن اللي راه يلاحظ أنه فيه ارتفاع أسعار في الأسواق الوطنية. نعم. طيب خلينا أعطيك بعض الأرقام ربما من أجل التعليق عليها. حسب ما أعلنت عنه المجموعة الفرنسية للشحن البحري، أنه سيصبح شحن الحاويات المخصصة للشاحنات اعتبارا من الفاتح أكتوبر المقبل نحو 1174 يورو للحاوية الواحدة، في حين تبلغ تكلفتها فارغة 722 يورو. أما السيارات والشاحنات الصغيرة فستكلف 247 يورو إضافية، يعني قرابة 200 يورو على كل حاوية. كيف ستنعكس هذه الأرقام وهذه التكاليف على أسعار المواد الغذائية، خاصة وأنه هناك العديد من المواد نصف مصنعة، والمواد التي هي جاهزة للتسويق المباشر؟ يعني أكيد أن أسعار الشحن البحري سوف تنعكس على أسعارها النهائية، كيف أكيد يمكن تبرير ذلك بالنسبة للجزائريين لقدرتهم الشرائية نحو النازل؟ اليوم نقول أستاذ عبد الملك أنه هذا يعني الارتفاع في يعني في قيمة الشحن البحري، نعم، راح تعود يعني قلنا أن تعود يعني سلبيا على يعني على الحاجيات اللي هي خاصة أساسية بالمواطن. نعم. أساسية. اليوم نتكلموا على المواد الغذائية، أكيد أنه لأنه اليوم الجزائر يعني تبحث على يعني على رصيدها في الصادرات، اللي هو يبلغ يعني يعني نخرج 30 مليار دولار لسنة 2030. نعم. اليوم الشيء اللي نقوله أنه هذا الانعكاس السلبي على المواد الغذائية أساسه هو تكلفة النقل الدولي. نعم. لأنه لاحظوا أنه قلت لك أنه فيه يعني مؤسسات
عالمية للشحن البحري، يعني حتى هي يعني تقاس بهذا الارتفاع الجنوني لتكاليف الشحن البحري. نعم. لذلك لابد من اتخاذ تدابير ولابد من خلق تنافسية للمؤسسات. لاحظوا أنه عندنا مجمعات يعني صناعية واقتصادية اللي ممكن أنها تدخل للمجال التنافسية وتخلق يعني مثلا شركة مدار. لاحظنا أنه مؤخرا مجمع مدار يعني كان عنده رغبة في الدخول إلى شحن البحري. نعم. لذلك نشجعوا هذه المجمعات الاقتصادية ونشجعوا هذا على اقتناء سفن، يعني على اقتناء سفن وكذلك عتاد. نعم. لذلك اليوم لابد تكون كاين يعني تنافسية يعني حرة. لذلك خلق هذه المؤسسات اللي هي راح تلعب دور كبير وتصنع الفارق مع المؤسسات الأجنبية اللي هي يعني رفعت من قيمة الشحن البحري يعني في ظرف وجيز. لذلك يعني من التوصيات اللي نتكلموا عليها اليوم أنه ولابد دخول التنافسية. طيب. إلى برنامج النقل البحري. رشيد حاج هني، آخر سؤال، الأسطول الجزائري البحري يحتوي على 5 بواخر فقط، في مقابل أنه العديد من المؤسسات الدولية عندها أكثر من 200-300-400 باخرة. هل عملية اقتناء بواخر جديدة هي عملية مكلفة؟ هل الأنجع أن الجزائر يعني تقتني ويعني تقوم بعملية كراء بواخر من أجل ربما تلبية حاجاتها؟ والله يعني حتى يعني اليوم الكراء يعني ما راهش يعني 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 كما نقولوا احنا يعني تكاليفه ليست بالهينة. نعم. اليوم انا نفضل انه الاسطول الجزائري يتجدد، يعني نقتني بواخر جديده. نقتني بواخر جديده. نعم. ماهوش بعدد كبير ولكن حسب الحاجه. كم يحتاج سلون لو بوزوا كما يقولوا. كم يحتاج تقريبا الاسطول الجزائري؟ 15 الى 20 باخره. نعم. يعني لتسيير المرحله الحالية. نعم. لأنه المرحلة الحالية هي مرحلة عالمية وليست في الجزائر فقط. نعم. اليوم ما نتكلموش على أنه نقولوا أنه يعني المجمع البحري الجزائري راه مقصر في حق أنه التكاليف هي تكاليف باهظة ولكن مرتفعة. نعم. ولكن معليش في المرحلة هذه ممكن نمشي إلى شراء بعض الباخرات. وحتى يعني فيما يخص يعني نتكلموا اليوم نتكلموا على الأمن الغذائي. نعم. لذلك ويعني حتى لاحظنا انه يعني استيراد البذور والحبوب يتطلب يعني شراء باخرات من الحجم الكبير. نعم. اللي هي توصل يعني السعه تاعها الى 55,000 طن، اللي هي يعني عندها اسم اللي هي لو سوبرا ماكس اللي هاندي ماكس يعني. نعم. اكزاكتومون سيدي هاندي ماكس سيدي سوبرا ماكس اللي لازم الجزائر اليوم يعني يدخل هذه الباخرتين او يعني هذا العدد من البواخر يدخل الاسطول الجزائري. نعم. يعني مسايرة المرحلة الحالية والتفكير يعني يكون فيها ان بروغراماسيون بلوتار اللي نمشيو الى اقتناء سفن يعني تعزز الاسطول الجزائري لما هو قادم. لانه قلنا يعني كان سبق وتكلمنا على هذا الموضوع استاذ في الحصة الفارطة وقلنا انه الجزائر اليوم تحتاج يعني ان تيران يعني اون بريبار لو تيران ارضية اون بريبار لو تيران اون بريبار كذلك يعني بالرقمنة وتجديد الأسطول والتكوين ويعني وحتى يعني توسيعة الموانئ. نعم. وكل هذا حصانتها أيضا أكيد يعني. نعم. هذا راه برنامج سيتان بروغرام. نعم. يعني الفو لو بروندر اون كونسيديراسيون. نعم. ك يعني حلول يعني تسبيقية، ما نقولوش أنه حلول نهائية ولكن لمسايرة المرحلة الحالية لأنها الحالية والمقبلة أيضا أكيد. نعم. لأنه المرحلة اللي قلنا عليها أستاذ عبد الملك هي مرحلة صعبة تنتظر الجزائر وتنتظر كل يعني البلدان اللي هي تهتم بالأمن الغذائي نتاعها. نعم. لذلك هذا الاقتناء اللي هو خاص بالسفن هذه راح يلعب دور كبير في تقليص التكاليف. نعم. ويعني حتى يعني نهنيو بنوع بعض يعني كما نقولوا نهنيو الخزينة العمومية من هذه التكاليف الباهظة اللي هي تكلفها يعني سي دي ديبونس اللي يمشيو يعني هباء المنظورة جراء لتأخر إرجاع الحاويات. أكيد. نعم. أكيد. وحتى طيب. يعني قلنا تكلمنا في موضوع الحاويات وقلنا يعني إدراج المؤسسات الناشئة في هذا الشأن اللي هو صناعة الحاويات. نعم. حتى ننتهي من مشكل صناعة الحاويات وإرجاع الحاويات وكذلك يعني يكلف الخزينة أموال تكاليف إضافية. تكاليف. نعم. إضافية وباهظة. لك سيد رشيد حاج هني مختص في النقل واللوجيستيك، شكرا لك على كل ما قدمته. نرجو أنه كل توصياتك واقتراحاتك ترفع إلى السلطات العليا في البلاد من أجل أخذها بعين الاعتبار.